عايز تعرف الاحتلال بيفكر في ايه، وعايز تشوف اليات الانحياز، عدم الموضوعيه في التناول الاعلامي للحرب، ازاي هذا الاحتلال يخاطب الجمهور الغربي حول الازمه، عايز تشوف هما طول الوقت بيكلموا الغرب ازاي، وعايز تعرف هو ليه الغرب منحاز. سيبك من انه هناك الحكومات المنحازة قلبا وقالبا، وهناك حكومات اخرى خايفة من انه تتهم بمعاداة السامية، وحكومات اخرى مش بس منحازة، هي شريكة بالتخطيط وبالتدريب وبالتسليح وبالتمويل، وهتفضل كده. بس مهم برضو نعرف الناس دي بتكلم الغرب بتقول له ايه، بتكلم المجتمع الغربي، الرأي العام الغربي بتقول له ايه. معانا الدكتورة نشوى عقل، مدير مركز التدريب والتوثيق والانتاج الاعلامي بجامعة القاهرة. اهلا بيك يا دكتور نشوى. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. دكتور نشوى، مهم عندنا ان احنا نعرف الناس دول بيكلموا اوروبا ازاي، بيقولوا لهم ايه، وبيكذبوا الى اي مدى وازاي. والله حضرتك، لو من زمان الكيان الصهيوني ده تم زرعه في المنطقة العربية دون وجود دعم قوي جدا ولوبي صهيوني واسع الإمكانيات والتأثير في المجتمعات الغربية خاصة أمريكا والدول الأوروبية، فطبعا ما كانش هيكون له القوة دي. فأكيد طبعا في منصات، في سياسات تحريرية، في وكالات أنباء مملوكة، في توجيه عالي جدا، وفي إنفاق بشكل رهيب جدا علشان نوجه الإعلام الرأي العام الغربي في اتجاه الحكومات المنحازة دائما إلى الكيان الصهيوني، بسبب طبعا وجود بعض كثير من المصالح المتشابكة بين اللوبي الصهيوني اللي داخل في كل مفاصل الدول الغربية، فبالتالي بيفرضوا أجندتهم. حتى أن وكالات الأنباء، طبعا حضرتك عارف أن استضافة الإخبار دي دايما بيجي من خلال وكالات الأنباء الدولية الكبيرة لينا، إحنا عمالين نشوف وعمالين نعرض، لكن إحنا كمان يعني يحدث نفسه بينه وبين نفسه، احنا بنتكلم مع بعض وبنتكلم نفسنا، لكن احنا صوتنا مش واصل، لان دايما التدفق الاخباري حتى كمان على المنصات الرقميه بيبقى بشكل اكبر من خلالهم. هم يملكون هذه المنصات، يعني سواء كان تويتر ولا فيسبوك او اي منصه. والله تويتر اكثر شرفا من بقيه المنصات، يعني يمكن عشان ايلون ماسك نفسه هو شخصيه بطبعه، يعني هو خارج عن المألوف يمكن، وده برضه كنت هتكلم مع حضرتك فيه، ان احنا يفترض ان احنا نستكتب ناس من المعارضات، السياسات المعارضه اللي بره، او الناس اللي هم بيقدروا ان هم يقولوا راي مستقل او راي حر، نستكتبهم في بعض المساحات التحريريه اللي احنا كعرب نقدر ان احنا ندخل فيها. الموضوع محتاج جهد استراتيجي، مش محتاج جهود فرديه، زي الفتاة المصرية الجميلة رحمة زين لما بدأت تتكلم باللغة بتاعتهم، تتكلم بالكالتشر اللي هم يفهموها بمفردات بدون غلط، لغة صحيحة، وقالت كل اللي هي عايزاه، ومع ذلك هو صوتها ما وصلش للمنصة الأجنبية إلا مقتطف بسيط، مش زي المنصة العربية بتاعت CNN. فالموضوع محتاج مش جهود فردية، محتاج جهود واسعة عربية، ويكون في إرادة، وعلى اللونج ران أو على المدى البعيد. ولازم مش إجادة لغة فقط يا أستاذ يوسف، إجادة الثقافة، المداخل بتاعتهم، الشعوب الغربية صح. شعوب بتعامل الأمور الدولية الكبيرة اللي زي حالاتنا كده اللي احنا عايشين فيها كتير قوي، اللي هي الأزمات، احنا منطقة أزمات وصراعات وأحداث سلبية بشكل كبير، هم بيتعاملوا مع الحاجات دي على خفيف بشكل مسطح. هم أهم حاجة عندهم الرفاهية بتاعتهم اللي هم يعيشوا فيها، و حتى تعاملهم اكثر مع القنوات المحليه مش القنوات الدوليه الكبيره. لكن لما الموضوع يتم الترويج له بصفه بشكل انساني زي ما اسرائيل عملت، السرديه بتاعتها او الحدوته حكيتها وصرعوا هم بان هم فرضوا الناراتيف بتاعهم، زي ما رحمه زين قالت للمذيعه او هم الخطاب بتاعهم، هي جابت خلاصه، لان هم الخطاب بتاعهم بيركز على ناحية إنسانية وراورة، والرواية ملهاش أي أساس من الصحة، ولم تفلح جهود تكذيب هذه الرواية في الإعلام، لأنها بالفعل كانت قد سرت سريان النار في الهشيم من خلال منصاتهم الرقمية. الرقمي يا أستاذ يوسف هو الحل الفترة اللي جاية، لو إحنا عايزين فعلا نخاطب على المدى البعيد، نعمل أنشطة
اللي هي بتدعم القوة الناعمة والصورة الذهنية للعرب علشان يقدروا يصدقونا بعد كده في حدوتتنا. طب دكتور نشوى، أنا هاخد رأيك في حاجة. لو افترضنا إن إحنا مثلا عملنا إنتاج ضخم جدا 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 بسردية أو خطاب عربي حول المذابح الصهيونية من بدايات القرن العشرين وحتى قبيل إعلان الدولة في 1948، عملنا سردية موثقة، شغل توثيق بقى يعني، وحضرتك يعني من الكبار في ذلك، وديتها لمنصة من المنصات الكبرى العالمية حتى تعرض هذا الوثائقي، هياخدوه ولا هيقولوا لأ؟ والله يا فندم، هو ممكن ساعتها رأس المال يلعب دور في الموضوع. طبعا مش بتكلم على مصر ولا إعلام مصر، أنا بتكلم على جهود عربية موحدة. كويس. اكيد احنا كعرب ان احنا نقدر ان احنا ندخل في سوق القوه الناعمه، ان احنا نفرض شخصيتنا ونفرض هويتنا وثقافتنا ونظرتنا للامور ومواقفنا السياسيه نحو الامور. يعني مثلا حضرتك قلت دلوقتي حاجه انا كنت هقول لحضرتك عليها بتكلم فيها، في ان احنا مثلا ننتج وثائقيات ويتم الترويج ليها من خلال نتفليكس. يعني حتى لو وصل ان حضرتك اللي بدل ما هتاخد عليها مقابل احنا اللي ندفع مقابل علشان خاطر تتعرض، ساعتها حضرتك الغرب تفكيرهم راس مالي بحت، الاجرالي بحت، فساعتها طبعا هيكون في تكسير حرب، تكسير عظام على نشر الثقافه او الرؤيه او الكالتشر بتاعتهم هم قصاد السريه بتاعتنا احنا. لكن يجب ان نخوض هذا المجال، والا فلا نبكي على جبل مسكوب، لان احنا بقالنا دلوقتي 75 سنه دلوقتي من ساعه وجود الكيان الصهيوني موجود، واحنا بنكلم بعض وبيكون في اطلاق لشعارات كتير تعتبر الى حد كبير جوفاء. وحتى سياده الوزير معالي الوزير الخارجيه النهارده قال يعني كفانا شعارات او نداءات جوفاء، والغرب مش واصلهم ده، لان هم سبقوا بالروايه بتاعتهم دون اي توثيق، ورغم ان احنا لدينا الوثائق ومفيش اي طرف بدا يقول فين لجنه لتقصي الحقائق غير مصر اللي بتتكلم بالشكل ده، ان احنا بندعو للجان تقصي حقائق وعلى الارض، وكمان من جهات اجنبيه او جهات مشتركه سواء كان من 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 الكتله الشرقيه او الكتله الغربيه وجزء من العرب، علشان خاطر توضيح ما يجري على الارض في نزيف دماء مفتوح. وللاسف الحلول السريعه مفيش غير الحلول السياسيه على الارض هي اللي ممكن تحسم الامر بشكل سريع، زي ما منادات مصر ومناشدتها واللغه الرصينه الرشيده اللي بتتحدث بها الاداره المصريه بان احنا وقف ايقاف لاطلاق النار واطلاق سراح الاسرى والسماح بدخول المساعدات بشكل عاجل. لكن لو على المستوى الاعلامي فده حضرتك محتاج خطط استراتيجيه على مدار او على مدى بعيد علشان نقدر ان احنا نستقطب عقولهم ونستقطب العقول ذات التأثير، المؤثرين بتوعنا المصريين، زي مش عايز اقول اسماء عشان ما نحملش حد دون اسماء عشان ما نحملش يعني حد مسؤوليه بالظبط مسؤوليته، بس الناس دي في ناس شخصيات عربيه لها تأثير كبير في المجتمعات الغربيه، واذا قال او اذا نطق على الاقل بيعمل اويرنس او بيعمل زياده وعي، او حتى مش لازم هو يقعد يحكي ويتكلم، بس على الاقل صحيح يلفت النظر. يا جماعه بصوا تاني لاعاده نظر تاني الهيئات الرسميه المصريه، هو لازم يتم تبني خطاب جديد بنسق سرد جديد. طبعا مش مختلفين على انه خطاب ونسق سردي واقعي وموثق، لكن خطاب يفهمه الغرب، استخدام القوى الناعمة، ده خطاب تراكمي بالمناسبة. الجماعة الصهاينة دول عملوا خطاب تراكمي بقاله النهاردة أكتر من 75 سنة بقى، ده هم بيقدموا خطاب تراكمي بقاله من نهايات الحرب العالمية الثانية، مش 45، ده نهاية الحرب 45، هم بدأوا تقريبا من 42 تبنوا هذا الخطاب، أفلام سينما وتوثيق ومسلسلات وأغاني ومقطوعات موسيقية تعبر عن المعاناة. فأنت بتتكلم عمليا على 78 سنة تقريبا، أكتر والله، احنا من 6 و5، 81 سنة تراكم، 81 سنة. أنا بشكرك أولا دكتور نشوى، كل الشكر دكتور نشوى عقل، مدير مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بجامعة القاهرة.